صوت العرب من القاهرة يقدم أغاني شكل تاني. الأغنية والمجتمع في مصر، أغاني شكل تاني. حياة امبارح والنهاردة وبكرة، أغاني شكل تاني. أغاني شكل تاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري، الإخراج حاتم العجمي. أهلا بحضراتكم. في الحلقة دي هنتكلم عن أغاني الكبرهات. أغاني الكبرهات والملاهي الليلية موجودة في كل عصر ومصر، من الأغاني اللي ورد ذكرها في كتاب الأغاني لأبو الفرج الأصفهاني لغاية اليومين دول. يعني الأغاني دي مش ظاهرة جديدة في تاريخ الغنى، صحيح هي بتزدهر في عصور الانحطاط لكن بشكل عام موجودة دايما. تاريخ الأغاني دي في الفن المصري ممتد، من الأغاني اللي وصلتنا على الأسطوانات الحجرية القديمة من 100 سنة لغاية الفيديو كليب دلوقتي. طبعا لما نتكلم عن النوعية دي من الأغاني نفتكر على طول الست منيرة المهدية اللي كانت ملقبة بسلطانة الطرب، وأغنيتها المشهورة إرخي الستار. على فكرة الأغنية دي أغنية إرخي الستارة من ألحان الفنان زكريا أحمد. الست منيرة المهدية غنت أغنية تانية على نفس المنوال، الأغنية اسمها بعد العشاء، بتقول في مطلعها: بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشة، يا حلو ساكن وادي القمر، زعلت من قيمة شهر، انسى اللي فات وتعالى بات، مستنظراك ليلة التلات بعد العشاء. أغاني شكل تاني، إعداد وتقديم الدكتور أيمن زهري، الإخراج حاتم العجمي.